السلطنة تشارك في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن لبحث تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة في سيناء. تم اليوم توزيع محلات سوق نخل على مقدمي الطلبات من أصحاب المؤسسات الصغيرة والحرفيين وأصحاب المهن التقليدية. يذكر أن السوق يتكون من 68 محلا تجاريا. اختتمت بولاية صور المسابقة الثقافية للمؤسسات لفئة الرجال، والتي تأتي ضمن الفعاليات الرمضانية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال. بدأ اليوم عرض المسلسل الكرتوني الفرقة 9 من إنتاج شرطة عمان السلطانية بهدف تسليط الضوء على قضايا الإجرام والاحتيال بأسلوب بوليسي في 15 حلقة. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت طلبا رسميا لتسلم 7 من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذين تم اعتقالهم في سويسرا بناء على اتهامات أمريكية بالحصول على رشوة.